السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا التقييم الذي نشره السيد شكيب بن موسى على صفحته الرسمية يوضح فيها تقييم مكتسبات تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي والثالثة ثانوي اعدادي ويقول ان المصدر المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو من قام بهذا التقييم حيث ان نسبة التلاميذ الحاصلين على مستويات مرضية هنا مقارنة ما بين التعليم الخاص والتعليم العمومي وسنتحدث عن ماذا ينوي هذا التقييم اعطائه للمواطنين هل هي دعوه صريحه للتعليم الخصوصي ام هي حمله ودافع لانقاذ المدرسه العموميه حيث يقول هذا تقييم نهايه التعليم الابتدائي بالنسبه لماده الرياضيات يحصل تلاميذ التعليم الخصوصي على ما مجموعه 52% فيما التعليم العمومي يحصل فقط على 24% من نسبة التلاميذ الحاصلين على مستويات مرضية. أما بالنسبة لمادة اللغة الفرنسية فتلاميذ التعليم العمومي يحصلون على 27% من الم... من المستويات المرضية بينما تلاميذ التعليم الخصوصي يحصلون على 64% من المستويات المرضية أما بالنسبة للغة العربية فيحصل مرة أخرى تلاميذ التعليم الخصوصي على النسبة الأعلى هي 65% بينما يحصل تلاميذ التعليم العمومي على 42% في حيث نتذكر أنه دائما ما يمثل المغرب في ما يخص تحدي القراءة تلاميذ من التعليم العمومي بالنسبة لنهاية التعليم الإعدادي بالنسبة لعلوم حياة الأرض يحصل التلاميذ العمومي الحاصلين على مستويات مرضية فقط تسعة في المئة بينما التعليم الخصوصي يحصل 42% في المئة على مستويات مرضية في مادة الفيزياء والكيمياء يحصل تلاميذ العمومي على 8% فقط من المستويات المرضية بينما التعليم الخصوصي يحصلون على 42% كذلك مادة الرياضيات 9% للتعليم العمومي و 49% من المستويات المرضية بالنسبة لتلاميذ القطاع الخاص أما في اللغة الفرنسية ف 62% لتلاميذ التعليم الخصوصي وفقط 9% بالنسبة لتلاميذ التعليم العمومي. أما بالنسبة للمادة اللغة العربية ف 9% مرة أخرى بالنسبة لتلاميذ التعليم العمومي و 38% بالنسبة للتعليم الخصوصي حيث يحصلون على مستويات مرضية. والسؤال الذي يطرح نفسه يعني من خلال هذا التقييم واش بغاو هاد الناس يقولوا أنه آه كاين مشاكل في التعليم العمومي ولا بد من الاصلاح ديالها والنهوض به او انها دعوه صريحه لابناء الشعب المغربي باجل انهم يلتحقوا بالتعليم الخصوصي واللي بغى يقرب بطبيعة الحال اي جيبو كما قال الوزير السابق بالحكومه السابقه هادو بتمويل من الجهات عديد من المناطق اذا الجهه كذلك المنتخبين تنقول لهم اللي بغى يقري ولادو خاص جيبو كذلك كان منطقة دروك كاين جهة اللي عطات 62 مليون درهم كان منطقة اللي كتبروج الآن 80 مليون درهم على ثلاثة سنوات ولا أربعة وغادي نمشيو لواحد المعضلة الاجتماعية عندنا يعني خطيرة هي ما عندناش المدارس الإنصاف والجودة تفاوتات خطيرة اللي عنده شي شوية الإمكانيات كيقري وليداتو في ظروف معينة اللي عنده شي شوية الإمكانيات كيقري وليداتو في ظروف معينة والمدرسة العمومية تئن وتحتضر تئين وتحتضر تأين وتحتضر والامر الذي لم ينتبه له الوزير بشكل فاضح وهو مقارنة أساتذة التعليم الخصوصي بأساتذة التعليم العمومي لكي نعطي لكل ذي حق حقه فبما أنك كتقول لي أن التعليم الخصوصي أفضل بكثير وفي مستويات مرضية يعني الأساتذة ديال القطاع الخاص رائعين جدا ولكن كيبقى هنا السؤال المطروح ديال الكفاءة الكفاءة التي يتساءل عنها الجميع كفاءة 30 سنة وأقل كفاءة علوم التربية فليسال الوزير من يعمل بالقطاع الخاص وما هي الشواهد التي يحصل عليها العاملين بالقطاع الخاص حتي يعرف ان امر الشواهد وعلوم التربيه من غيرها هي مساله تجربه داخل الميدان وتوفير الظروف المناسبه للعاملين بها أو سنتحدث من جهة أخرى أن صاحب مشروع مدرسة خاصة قادر على تسيير تسيير مشروعه أفضل بشكل كبير من مسؤولين في القطاع العام هنا تحدث عن الوزير ومديري الأكاديميات وغيرهم يعني فشلوا في تدبير المدرسة العمومية بينما صاحب مشروع قد يكون بعيدا كل البعد عن ما يسمى التربيه والتعليم ويعترفون بانه قد نجح في اعطاء مستويات مرضيه بالنسبه للتلاميذ ما يعني ان كفاءه صاحب مشروع مدرسه خاصه اكبر بكثير من كفاءه وزير ومدير الاكاديميات